محتاجة حب يكون حقيقي حسها، محتاجة حضن يضمها، محتاجة قلبي يحبها ويشدها للخير. السلام عليكم. عاشق الرجالة أبو الكباتن. السلام عليكم. عاملين ايه؟ بصوا بقى، لو في نمل وفي سكر، نمل وسكر، النمل يروح للسكر ولا السكر يروح للنمل؟ النمل يروح للسكر. احنا النمل بقى وانتوا السكر. ايه رايكم يا رجاله؟ احنا دلوقتي البرنامج شبابي، خلاص عايزينك تفتح لنا شباك في قلبك، شباك صغير كده. خلاص، ايه رايكم نقعد مع بعض 5 دقايق دردشه، نفتح قلوبنا لبعض؟ يلا رجاله، يلا رجاله. هنتغير بجد احنا اكيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا رجاله؟ ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، ربنا يجوزكم يا شباب، يا رب يجوزكم من عصرات يا جماعه، يعني اللي يزودكم اللي هي الجواز، انما يجوزكم تبقى ايه؟ تبقى من عصرات. يعني بصوا يا شباب، لو احنا دلوقتي سيبنا الجيم هنا ورحنا مستشفى الطوارئ هنا، وقفنا في استقبال مستشفى الطوارئ وبدانا نشوف الحالات اللي داخله، طبعا انت بتسمع صوت عربيه الاسعاف، قلبك بيتخلع ليه؟ انت معتقد ان في جوه مصيبه، واحد داخل بقلبه 50% تقريبا من اللي داخلين ماسكين قلبهم ما عندهمش اي مشكله في القلب. امال ايه؟ الدكاتره يقول لك باد فيزيكال فيتنس. يعني ايه؟ سوء لياقه بدنيه. يعني ايه سوء لياقه بدنيه؟ يعني الشرايين الانتاجيه سليمه والقلب سليم، ولكن بسبب سوء اللياقه البدنيه راح مستشفى الطوارئ وحياته اتشلت وحياته وقفت. اذا كان سوء اللياقه البدنيه يعمل كده، امال سوء اللياقه الايمانيه يعمل ايه؟ انتوا جايين هنا رجاله عشان اللياقه البدنيه ده، ايه انت جاي هنا عشان لياقتك البدنيه تبقى اعلى ما تكون، امال بقى سوء اللياقه الايمانيه يعمل ايه؟ البنت اللي الشاب اللي بتحبه لما اهلها ما جوزولهاش انتحرت، انتحرت ليه؟ سوء لياقه ايمانيه، القلب لا يحتمل الصدمات. الشاب اللي لما والده وقف ما بينه وبين البنت اللي بيحبها انتحر، انتحر ليه؟ الشاب اللي عنده دلوقتي اكتئاب نفسي بسبب السنه اللي سقطها، الاكتئاب، التوتر، الاحباط اللي ملى حياه الشباب دلوقتي معظمه بسبب سوء لياقه ايمانيه. عشان كده يا جماعه احنا جايين ليه دلوقتي؟ احنا جايين الجيم ليه دلوقتي؟ احنا قاعدين مع بعض القعده دي دلوقتي ليه؟ عارفين يا شباب ليه؟ احنا دلوقتي في برنامج اسمه شبابيك. يعني ايه شبابيك؟ يعني دلوقتي الشباب قافل على نفسه، كانه قافل على نفسه بيت وقافل الشبابيك، مش عايز يشوف حد في الدنيا. شباب الساحل الشمالي، شباب مراسي، شباب جولف بورتو، شباب شرم، شباب سيد عبد الرحمن، شباب كل بورتو مطروح، شباب قافل على نفسه، محد مش عايز لحد يدخله ولا يخرج لحد. واللي بيتكلموا في الدين والدعاء كانهم قاعدين في بيت وقافلين شبابيكوا برضه. احنا عايزين دول يفتحوا شبابيكهم ودول يفتحوا شبابيكهم. انت عارف انا عايز منك ايه دلوقتي؟ انا عايزك تفتح لي شباك واحد في قلبك. انا عايزك تفتح لي شباك واحد في قلبك، تفتح لي شباك، نتكلم مع بعض، نتكلم مع بعض بصراحه. انتم يا شباب الجيم انضف شباب، انت الشاب اللي عارف مصلحتك، انت الشاب اللي ما بيدخنش، انت الشاب اللي جاي وبتلعب على الاجهزه دهيت عشان تبقى انسان قوي وتبقى انسان سليم و و و يعني انت المفروض، انت المفروض بتبقى احسن عينه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. انا عايز نتكلم مع بعض دلوقتي يا شباب، نتكلم مع بعض بصراحه، بكل صراحه. انت تعرف دلوقتي وانت قاعد في الجيم في 2 دلوقتي بيلعبوا على جهازين جنب بعض، نفس الجهازين، واحد عداد حسناته شغال وواحد عداد سيئاته شغال. الاولاني اللي عداد حسناته شغال بيلعب جيم عشان يقدر يصوم، عشان يقدر يقوم ليل، عشان يقدر يجاهد في سبيل الله، عشان يبقى انسان سليم في حياته، يعرف يعبد ربنا، عداد حسناته باذن الله شغال. الثاني اللي عداد سيئاته شغال عايز يبقى بادي بيلد والعضلات بقى والترابيس والقصص بقى تطلع، ويمشي في الشارع لابس بادي والبنات تبقى ايه بيج واو، مين الايه؟ مين الظاهره اللي ماشي في الشارع ده؟ مين التنين ده؟ مين الشاب الروش جامد اخر طحن ده؟ مين الشاب ده قاعد طول ما بيضرب بياخد سيئات ليه؟ لانه بيستعين بده على معصيه لله سبحانه وتعالى. شبابنا الجميل، شبابنا الجميل دم قلب الاسلام، عايزين نبدا نفتح قلوبنا لبعض دلوقتي. عايزك تفتح لي قلبك، عايزك تكلمني دلوقتي. يقينا مهما كنت كويس، مهما كنت قريب من ربنا، يقينا انت عايز تقرب من ربنا اكتر، صح ولا لا؟ يقينا انت نفسك
علاقتك بربنا تبقى اعمق من كده، يقينا نفسك ترضي ربنا اكتر من كده. ايه المشكله؟ ايه السبب؟ ايه السبب ان احنا مش قادرين يا شباب نقرب اكتر؟ ايه السبب ان احنا مش قادرين يا شباب نطلع اكتر؟ بكل صراحه الريال تي في، انا عايزك تكلمني من جوه قلبك، انا عايز اللفظ اللي هيجي على لسانك هو اللي انت تقوله، انا عايز اللي في قلبك هو اللي انت تقوله. عايزين نتكلم بكل صراحه يا جماعه، نفتح شباك بيننا وبين بعض، نفتح شباك. احنا اهو واحد بيتكلم عن ربنا بيفتح شباك، وانت قاعد في الجيم بنفتح شباك مع بعض، وبنمد ايدينا لبعض وبنفتح قلوبنا لبعض وبنتكلم. مين اللي عنده سؤال يا رجاله؟ قول يا بطل. انا بس كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه، موضوع الالتزام واللحيه والكلام من ده، يعني المظهر بتاع الشيوخ بيدي طبعا انطباع للناس اللي هي مش ملتزمه. الشيوخ دي قصدك يعني الملتزمين اللي هم مش الملتزمين السنية. شكلا انا بتكلم على الشكل، المظهر العام. يعني في ناس من الجمهور يحسب ان الشيوخ لا معناها الشيوخ الكبار. لا لا لا، انت قصدك اللي هم السنه على الهدي النبوي، يعني بيبقى مثلا مربي لحيته كبيره مثلا ومقصر الازار بتاعه والكلام من ده، للناس اللي هي ما عندهاش معلومه دينيه قويه يعني بيبقى شايف ان هو ده شيخ، يعني هو لفظا هو ده ملتزم وكده، وده صوره للدين الاسلامي. يعني يجي في المعاملات يكتشف بقى ان مثلا ده في واحد نصاب وفي واحد حرامي وفي واحد ما بيراعيش ضميره تماما في الشغل، سواء كل الطوائف، سواء واحد صاحب شغل او واحد شغال مع 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 يعني مع مع حد في شغل تاني، يعني مثلا الصناعيه مثلا بيتصدم بالفجوه، بيتصدم بقى بال ما بين ان انا شايفه ما بين الكلام والاخلاق، ابقى متخيل ان هو بقى ايه ده، امين ده، اللي بيحيى يا عم ده شيخ، انا هتعامل معاه كويس. طب انت شايف ان في ناس تركت الالتزام في المجتمع بسبب سوء بعض الاخلاق؟ ايوه من اللي ظهر. لا في ناس خافت انها تقرب الناحيه دي، حاسس ان هو لا ده مرائي، ده يعني في نفاق في الموضوع، لا انا مش يا عم ده شايف مش عايز زيهم. ده شيخ يا عم، وشوف نصب على فلان وعامل كذا في فلان وعامل كذا في فلان، ما بيراعيش ضميره في الشغل، ده شوف ده صناعي، شوف مربي لحيته وسايب المقاول بتاعه ومش عارف ايه. يعني بص يا حبيب قلبي، اللي انت بتتكلم فيه ده النبي عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، يعني النبي عليه الصلاه والسلام اختزل الرساله كلها في الاخلاق والمعاملات. عشان كده الصوره اللي ربنا سبحانه وتعالى سوره الملك كلمت عن عظمه ربنا، وربنا سبحانه وتعالى امر النبي انه يدعو الى الله ويتكلم عن الله. الصوره اللي بعدها كانت صوره ايه؟ القلم. ربنا قال للنبي وانك لعلى ايه؟ خلق عظيم. كان سوره القلم جايه بعد سوره الملك، سوره الملك كلام الدعوه، احنا بنتكلم عن ربنا. سوره القلم اخلاق الملتزمين بقى على خلق ايه؟ عظيم. كان المعنى اوعوا اللي انتوا هتبنوه باقوالكم تهدوه بافعالكم. اوعوا اللي انتوا، عشان كده لا يدخل الجنه قاطع، يعني قطع رحمه. يجي واحد صلى وصام وجاي داخل الجنه بقى، ده انا في الفردوس الاعلى، ملائكه تقول له ممنوع، انت ممنوع تدخل الجنه ليه؟ عشان قطع الرحم اللي هي اخلاق ومعاملات. يعني معاه عبادات ولكن ضيعها سوء الاخلاق والمعاملات. عشان كده قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم. الصدقه دي عباده ولا معاملات؟ عبادات. بالمن والاذى، المن والاذى عبادات ولا معاملات؟ معاملات. يبقى سوء المعاملات ضيع حسن العبادات. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول للصحابه: اتدرون من المفلس؟ اشهار افلاس يوم القيامه، تجميد رصيد واشهار افلاس، لان في ديانه سحبوا من الرصيد بس بتاع الحسنات. يا رسول الله من المفلس؟ من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، كل دي عبادات ولا معاملات؟ عبادات. ولكن ياتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، كل هذه عبادات ولا معاملات؟ معاملات. يبقى سوء، يبقى جايب في العبادات 10 من 10 والمعاملات والاخلاق 0 من 10، يترمى في النار والعياذ بالله. بعد ما عدى من الصراط يرجع تاني للنار والعياذ بالله. ليه؟ لان الناس اللي ظلمهم المدرس اللي خد منه درس خصوصي وكال الفلوس عليه وهرب وحسب انه كده جدع وروش طحن اخر حاجه. البنت اللي مشي معاها هيلاقي ابوها واخوها وعمها وخالها مستنيينه، حقنا عرضنا شرفنا. اللي وقع في زنا مع واحده متزوجه يلاقي جوزها يجرده من حسناته كلها يوم القيامه، ياخذ من حسناته حتى يرضى. يبقى اذا فساد المعاملات ضيع حسن العبادات. يبقى هو ده الدين يا حبيب قلبي، هو ده الدين يا جماعه. احنا ديننا ان احنا لازم نهتم بالمعاملات زي ما بنهتم بالعبادات، وهو ده الواقع. مساله بقى ان طب في واحد، انا شفت واحده منتقبه واقفه مع واحد وبتتكلم معاه، يبقى النقاب وحش ولا دي وحشه؟ يعني واحد جاب سكينه وطعن واحد بيها، نمنع السكاكين ولا لا؟ ده واحد استعملها استعمال غلط،
او بالظبط كده. لو شيخ الازهر الاسلام يبقى دين سرقه؟ انا مالي، مفيش حد حجه على الدين، الدين حجه على نفسه خلاص. يبقى اذا احنا لازم نفصل ما بين ان في واحد شكله، وفي ناس كتير ممكن يعني تتستر بزي الالتزام عشان يضحك على الناس، لانه عارف ان المجتمع المصري متدين ونيته حلوه عشان يضحك على الناس. يبقى اذا احنا نفصل ما بين الدين وما بين اللي سمته سمت الدين. انا عندي الدين بيقول ايه؟ الدين طوفان من الاخلاق المبهره. يا جماعه احنا مصيبتنا ان اخلاق الدين لو طلعت للناس العالم كله هيسلم. يعني للاسف الشديد احنا عاملين زي النمله اللي حبت الجمل، فقالت له تعالى عيش معايا والا هموت نفسي، فراح فلقى الجحر بتاعها، فبيقول لها ايه ده؟ قالت له بيتنا اللي هنعيش فيه. قال لها اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. اهو الجمل ده الاسلام واحنا النمله. فيا اما يبقى اخلاقنا على قد ديننا، يا اما نرحم ديننا، لان اكبر سبب لتشويه صوره الاسلام في العالم هو اخلاق المسلمين عموما بقى، شكله او مش ملتزم. الغرب كره الاسلام بسبب سلوكيات كثير من اهل الخليج بره وكثير من المسلمين بره. هو شايف ان واحد بيدخل يشرب مش عارف ايه ويعمل ايه ويعيش حاشك لا ايه، كره الاسلام بهذه السلوكيات. يبقى اللي بيسلم بره بيجي الوقت بلاد الاسلام يقول الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين، لان لو كنت شفتهم ما كنتش اسلمت. في لاعب باسكت بول امريكي اسلم جه مصر عشان يتعلم الاسلام، سواء التاكسي ضحك عليه وخد فلوسه لانه امريكي مش فاهم حاجه، والراجل بتاع السوبر ماركت ارتد عن الاسلام ورجع بلده ثاني. يبقى اذا يا جماعه اخلاق الاسلام دي مسؤوليتنا كلنا ودي رسالتنا كلنا عموما. يا شباب احنا فتحنا شباك بيننا وبين بعضنا دلوقتي وتواصلنا مع بعض واتكلمنا مع بعض، حسيتوا بغربه؟ يعني حسيتوا ان في حاجه غريبه؟ حسيتوا انكم بتتكلموا مع كائن غريب؟ حسيتوا انكم بتتكلموا مع واحد جاي من المريخ؟ ها رجاله حبايبنا برضو اللي معنا، حسيتوا انكم بتتكلموا مع حد جاي من المريخ؟ حسيتوا ان في الفكر تشدد وتطرف، وان ده مش الدين، وان وانا في نفس الوقت انا حاسس ان انا قاعد مع ناس عاطفتها الدينيه عاليه جدا ما شاء الله بالله، ونضجها نضج عالي بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا فتح الشبابيك ده هو الحاجه اللي نفسنا نبقى فيها. ايه رايكم بقى نقوم دلوقتي؟ ها اشيل البدله دي بقى واطلع الافاتار والبس البدله الرياضيه بقى اللبس الرياضي، ها ونكسر الدنيا نهوت. ايه رايكم يا رجاله؟ ونلعب بقى تمارين بطن سفلي وبطن علوي وظهر وترابيس وسمنه ها مستعدين يا رجاله؟ مستعدين ان شاء الله. ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك ان شاء الله. هنتغير بجد احنا اكيد، شبابنا الجميل ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. احنا يعني فاصل بس باذن الله سبحانه وتعالى، في شباب هينضم معانا باذن الله سبحانه وتعالى ونكمل مع بعض تاني. ايه رايكم يا رجاله؟ موافقين؟ ربنا يجوزكم.